الخبر الاول اللي عدنا عن زواج بيسان وانس الشايب. طبعا انتشرت هذه الاشاعه بعد ما بيسان نزلت على سبب للانستغرام هذا البوست اللي كان تقول بيها تنزل فيديو الساعه 9 راح يكون له علاقه يمكن بالزواج وفيديو مهم. بصراحه ما اتوقع انه الفيديو له علاقه بالزواج ولكن يمكن يكون الفيديو عادي بس مجرد سوي ضجه على السوشيال ميديا. اكتبوا لي حبايب بالكومنتات قلت بتحبسي هذا المقطع وشنو تتوقعوا المقطع بالضبط. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجات اليوتيوبر. فاول يوتيوبر اللي عدنا هو نورمر. فنورمر نزل على سبب للانستغرام شويه ستوريات وبهذه الستوريات على ما خلال انه راح ينزل مقطع فجر الساعه 4 راح يكون فيديو نار راح تكون الستوريات تشوفوها. كيفكم يا جماعة الخير؟ شاطكم بخير. خليكم جاهزين بكرة على الساعة 4 لفيديو تحكم المتابعين بحياتنا اليوم كامل. فيديو كثير حلو وخطير. خليكم جاهزين وحمسوا الناس عليه. يلا. أما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا هي فضيحة مايا الجمال. فطارق الباشا نزل مقطع على قناته باليوتيوب وبهذا المقطع كان يفضح به مايا الجمال. فاللي ما يعرف انه مايا الجمال فما جمال كل شوية تطلع بث مباشر واحنا ساكتين وهي تحكي علينا. فطارق الباشا قرر انه يطلع ويفضحها. فروح شوفوا مقطع طارق الباشا بالوصف وبعدين تعالوا قولوا لنا شو رايكم بالفضيحة اللي صارت. الخبر الثالث اللي عدنا على المتابعين وكشفوا من حقيقة انس وبيسان اسماعيل واخفوهم لاسم انس وأصالة من التعليقات اللي عندهم. أما لسان السبب فالصراحة حسب ما أتوقع بسبب مشكلة انه نارين بيوتي حاليا ما تحكي ويا انس وبيسان اسماعيل ونارين بيوتي تعتبر هي صديقة انس وأصالة فيمكن هذا هو السبب. أما بالنسبة للدليل خلاص مقطع نزلوا ونزل تروح نكتب اسم انس وأصالة بعد تروح على كلمه اللي حدث ولا عم تفتح تعليق تعليق خاصه او رايه بعد ما نفضل زين نروح على الحساب عم نشوف اللي تعليق راح يطلع للناس او لا بعد غير الحساب بنزل بها التعليقات وروح على كلمه اللي حدث ولا راح نشوف انه تعليق مظهر وانما تعليق هذول الاشخاص الثانيين ظاهر. فاكتبوا لنا حبايب بالكومنتات شاركوا بهذا الخبر وحركه اخفاهم الاسم انس وأصالة من التعليقات اللي عندهم وش تتوقعوا السبب بالضبط. الخبر الرابع اللي عدنا عن نارين بيوتي وموفلوجز وهل هم فعلا اتصالحوا او لا؟ بعد كل الفتره اللي مرت اللي هم كانوا ساكتين بها واخيرا نارين بيوتي نزلت على قناتها هذا المقطع وبهذا المقطع هو كانت فكرته انه يختارون زوجها المستقبلي من اليوتيوبر واللي كان منهم موفلوجز. شوفوا شنو كانوا يقولون عليه. الشخص اللي بعده معنا موفلوجز مو بحبه كثير وبعرفه كمان وشاب طيب كثير كثير بس بحسه كثير بيشتغل عنده قناه عربيه عنده قناه اجنبيه كثير مشهور باليوتيوب وانت مشغوله باليوتيوب يعني يمكن بتكون من المواعيد بالسنه مره مرتين شو مرحبا الو او تحكوا مع بعض على التليفون سكايب بسال ماما وبابا بدك بسال ماما وبابا؟ اي صراحة هواي صارت تساؤلات، إذا هم فعلا حاليا صالحوا ويا بعض، ليش مثل ما يصورون ويا بعض؟ الأغلب حاليا يتوقع إنه بيسان ورا هذا الموضوع، بما إنه حاليا ناري ما تحكي ويا بيسان إسماعيل، خاصة كلهم حاليا بدبي ما يقدرون يصورون ويا بعض، فاكتبوا لنا حبايب بالكومنتات، شاركوا بهذا الخبر، توقعات. الخبر الخامس اللي عدنا عن دايلر والفيديو كليب الجديد اللي راح ينزله واللي راح ينزل بالأسبوع الجاي، فدايلر نزل على حسب بالإنستغرام هذا البوست اللي كان بيه البرومو مال الأغنية وكاتب بيه راح تنزل بتاريخ 3/25، راح أعطيكم البرومو اللي حابين نشوفك شوفوا. كلام كله بيطلع من قلبي ترتيب لازم جنبي حلي الوحيد بديل حبي اغلى وحده عادة تبكي. بس والله حبايب اكتبوا لنا بالكومنتات قد انتم متحمسين لهذا الفيديو كليب وهل تتوقعون راح يكون ناري او لا. بس والله صناعة المقطع اتمنى المقطع عجبكم لا تنسوا مقطع طارق باشا بالوصف وبس. شانكو فيزين ومع السلامه.